يابا عهد الله صدقت وربنا صدقت ان انت احسن لاعب في العالم حاليا الفتره دي. ده انا نفسي بقول كده من ساعه ماتش مانشستر سيتي، بس بصراحه ابو صلاح كده كتير بصراحه. هاتريك في مانشستر يونايتد، عيب ابو صلاح يعني، احترم كبير انجلترا شويه يا رجاله يعني، عيب والله اللي انتوا بتعملوه ده يا رجاله يعني، ده تاريخ والله اللي بيتهان في ملعب اولد ترافورد، والله تاريخ يا جماعه. وعندهم حق الجمهور يسيبوا الملعب ويمشوا، بس معلش بقى يعني جايين نتكلم كده مع بعض، خدها من قلب اخوك برشلونه لسه جاي من وكسه في ريال مدريد في الكلاسيكو واللي في كامب، نفس الوضع بتاعك بالظبط عزيزي كده. نقعد نسمع بعض بقى شويه، انت جاي وعارف انك ما عندكش مدير فني صح؟ فصرمت ازاي لما لبست جونين في اول ربع ساعه؟ حد اقنعك ان كريستيانو رونالدو هو اللي هيشيل الفرقه كلها وهيرجع يدافع وهيرجع يحط مكان دقية وهيرجع يدي لفينالدو لاندلوف فينالدوم راح فينالدوم راحت ايامه لاندلوف هو وهاري ماجواير هيرجع يديهم على قفاهم عشان خاطر يصحصحوا شويه وحد فيهم يمسك نبي كايتا يا بدا اول ربع ساعه مش عارفين يقفوا صح يعني اللي هو يا جماعه انتوا جيت نفس على دوري الجدول جيت نفس على ضحك يعني انا عايز افهم طيب يعني قعدنا نقول كريستيانو هيجي يعدل الميله بس المشكله كريستيانو جه كلها مالت اكتر اللي هو سولتشار نازل بيلعب 4 2 3 1 عادي سولتشار كده كده مفلس وما عندوش اي حاجه طب الركع على اللعيبه بقى لا اللعيبه مثلا كان جايه يا باشا وما كانش طالبه معاهم النهارده كوره كانت طالبه النهارده ان سولتشار باي باي يعني كان في كلام كتير بيتقال ان سولتشار هيخلع لو اتغلب من اتلانتا او لا شال النهارده في الديربي هو ما اتغلبش من اتلانتا وفرد من هزيمه وقدر ان كريستيانو رونالدو يخلصوا الماتش في الاخر النهارده بقى جه خد على عينيه كلوب بقى لك تعالى تعالى ايه حوار الديربي ده وايه المقارنات اللي انتوا قاعدين تعملوها دي انتوا بتقارنونا بسولتشاير يا باشا والله العظيم ما حد عمل كده ولا حد يجرؤ ان هو يعمل كده قال لك انا هعمل تغييرين ايه بقى التغييرين عم كلوب ورينا قال لك هنزل شيخ كوياتيه مكان نبي كايت مكان جويل ماتيب وهحط نبي كايت النهارده اساسي عشان خاطر الراجل لسه جايب لنا جون قدام اتلتيكو مدريد وهحط جوتا مكان ماني هتقعد ماني دكه يا راجل ازاي انت بتعمله ده اسمع مني اتفرج عليا جوتا جاب جون في الدقيقه 13 لعب كريم ده انت يا باشا والله عارف ان انت مدير فني جامد والمرمي هناك في دكه يونايتد ده مش مدرب ده بتاع بطاطا اساسا يا باشا عشان خاطر نقعد نتفرج كده بعد اول ربع ساعه ايه ده 2-0 ده خلصانه كده من الاول خالص يعني انا كنت جاي وكنت عارف ان مانشستر يونايتد مش هيكسب بسهوله بس ما كنتش جاي برضو عارف ان يونايتد هيكبس كده عشان ابو صالح يقول لي نسيتني صح؟ نسيتني اكيد نسيتني ابو صلاح يجي مسجل الهدف الثالث وبعدها بخمس دقايق مسجل الهدف الرابع لا عيب ابو صلاح مين اللي يقدر ينساك ابو صلاح؟ طب يونايتد ممكن يعمل حاجه؟ لا لعيبه يونايتد قاعدين يبصوا لبعض كده في حاجه غلط حصلت في الملعب ومحدش فيهم فاهمها ايه يا جماعه في ايه؟ خلال لما كان الكوره 4-0 الشوط ازاي يا شباب؟ طب ايه اللي حصل طيب؟ اما بقى الشوط الثاني انت كنت منتظر حاجه من سولتشاير صح؟ بوجبا صح؟ بوجبا لازم انزل بوجبا عشان يمسك الكوره في نص الملعب شويه صح؟ بوجبا نزل اتطرد والله اللي بيحصل ده كتير والله العظيم اللي بيحصل ده كتير بس هقول لك على حاجه تاني مش اكتر من ابو صلاح قبل الطرد كان جايب الهدف الخامس ولا قبل كمان كريستيانو رونالدو لما سجل جون قال لك لا معلش يا استر اوف سايد خلاص يابا ولا هذا زمن ابو صلاح والله عرفنا انه زمن ابو صلاح بس ليس هذا الزمن اللي اتذل فيه مانشستر يونايتد عشان قاتل عنده مدير فني زي هذا سولتشاير والله هذا لا يجوز مفترض النهارده بعد الخماسيه وبعد ما الجمهور ما ساب له الملعب وخلع يتم اقالته هتقول لي لا ما حلتش ماتش يالا انت جاي تشتغلنا يالا بص هو الماتش كان فيه يتحلل يابا بقول لك الماتش خلصان من اول ربع ساعه يا اسطى جاي احلل لك ايه النهارده يعني احنا لو هنحلل في معمل تحاليل بتاع بول ينفي انما ماتش النهارده ده ما يمشيش خالص ان احنا نقعد نحلل فيه في فرقه دخلت الماتش وفي فرقه ثانيه عبال ما فكرت ان هي في الملعب كانوا لسه 4-0 الشوط الاول فانت بتتكلم في ايه يا باشا في فرقه نزلت عايزه تكسب وفرقه جايه بتنافس على دوري انجليزي بجد وفرقه ثانيه اللعيبه بتاعتهم واقفين كده في حاجه حصلت غلط ايه هي إيه مش عارفينها لما نعرفها ان شاء الله باذن الله نحاول نرجع في الشوط الثاني الشوط الثاني ايه 4-0 خسرنا مش شاكه مدربك خلاص يابا وقف كده اللاج بتاع هو عاطل قال لك بس طرد بوجبا خير لما ايه اللي بيحصل معايا في الملعب بالظبط علشان خاطر سولتشير بعد ما يبص كده حواليه عم مصير هتقف لي كده مع الجمهور يلا يا ابن الجزمه من هنا يلا غرف ده عرتنا يلا جايين نتكلم على ان احنا نكسب النهارده وطالعين خسرانين 5-0 بسبب اهلك يلا من هنا يلا وبعدين كفاني ايه التغيير انت ايه كفاني ازاي يا اسطى انت عبيط ولا ايه يعني الواد لسه مطرود بالبوجبا مفترض تقعد كفاني وتلمها لا انا هكمل بكفاني كمل يا اسطى بكفاني لا ما احنا لو قعدنا نتكلم على تغييرات سولتشاير هو سولتشاير غير 3 تغييرات والناحيه الثانيه غير روبرتو فيرمينيو بس كلوب بقى لك تغييره واحده بس هطلع انا لا بس نزل شامبو ونزل كورتو جونز ونزل ساديو ماني بس تقريبا كده البرنامج جاله لايك برضه طلع فيرمينيو وطلع ميلنر وطلع نبي كايت هو ما طلعش ميلنر هو اللي اتصاب بدري الناحيه الثانيه بقى نزل كافاني في الدقيقه 62 بعد الطرد وراح مطلع برونو طب كده مين اللي هيمسك لك كوره يوصل برونو ويوصل كافاني ويوصل كريستيانو مين برضه والله المدرب عنده لاج في دماغه والله وديجو ده مكان ماركوس راشفورد
وطبعا بوجبا مكان جرين وود. بص لو قعدنا نتكلم تكتيكيا كده، هو سولتشار يجب اقالته من فتره طويله جدا، ولو قعدنا نتكلم فنيا وسولتشار بيقدم مع الفريق، سولتشار يجب اقالته عشان ما بيقدمش حاجه مع الفريق. لو قعدنا نتكلم ان نتائج مانشستر يونايتد بتغطي على سولتشار وما ضعفه، فده كان بيحصل، انما النهارده النتيجه ما جاتش. فمفترض بعد الهزيمه النهارده بنتيجه ثقيله من ليفربول في مفترض مباراه ديربي 5-0 في الاولد ترافورد، ده انت لازم تطرد بعد الماتش مباشره. غير كده يبقى احنا فعلا بنهزر، وان مانشستر يونايتد مش عايز يوم لهومه، لان هذا سولتشار طول ما هو موجود مفيش اي حاجه مانشستر يونايتد ممكن يقدر ان هو يحصل عليها في النهايه. اما لو راحوا جابوا زيدان فهناك كلام اخر خالص يا حبيبي. بس لما نيجي للكلام الاخر ده، تكون انت عملت لايك او سبسكرايب وعارفين يابا والله رب وربنا عارفين وحافظين كده عن زهر قلب ان صلاح افضل لاعب في العالم الفتره الحاليه. ان عجبك الفيديو اعمل لايك، وان ما عجبكش اعمل ديسلايك او اعمل سبسكرايب. في الحالتين الف الف مبروك لمشجعي ليفربول وهارد لك لمشجعين مانشستر يونايتد.